للحديث مشاهدينا الكرام إذن عن دلالات رفض شركاء العملية السياسية مشروع أنبوب البصرة العقبة النفطي، مع أن توقعات أن تكون هناك مردودات إيجابية على العراق في حال تنفيذه. معنا من عمان هاتفيا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك دكتور هلال معنا. هل تعتقد بالفعل أن موقف قوى العملية السياسية ورفضها مشروع أنبوب البصرة العقبة ينطلق من مخاوفها على الدستور ومن منطلق وطني حسب ما تقول؟ الصوت غير واضح. تسمعني الآن جيدا دكتور هلال؟ نعم. هل تعتقد بالفعل أن موقف قوى العملية السياسية ورفضها مشروع أنبوب البصرة العقبة يعني ينطلق من مخاوفها على الدستور ومن منطلق وطني حسب ما تقول هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول رمضان كريم ومبارك على الجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يمن على العراق وعلى الأمة بكل خير إن شاء الله. وإياكم تشكيلة الحكومة العراقية أو الوضع العراقي شكل ليكون خطأ، فهم بالأساس هذه التشكيلة هي لا تنتمي إلى العراق حقيقة وواقعا، أما مسميات وأشكال وألفاظ أثبتت على أرض الواقع أن انتمائها يكون خارج أرض الواقع العراقي بكل أطيافهم وبكل مسمياتهم إلا من رحم ربي وهم قلة. الأمر الثاني، إذا اختلفوا فيما بينهم على أي قضية باختلاف أسيادهم الذين استعملوهم في العراق سوف يحتكمون إلى باطل. ما هو الباطل؟ هو الدستور العراقي الذي كتب لمصلحة غير العراق، ومعروف أنه ما فيه من الأنغام وما فيه من التقسيم وما ذلك. نأتي على صلب الموضوع. الموضوع اللي يتعلق بالعلاقة ما بين العراق عمقه العربي هذا مقطوع، لأنه الذي يتحكم بالعملية السياسية ويؤمن بعداء مطلق للعروبة وللإسلام وهو إيران، وهو الذي أتى بهؤلاء وهو الذي يديرهم عمليا على الأرض. فأي عمل مع السعودية مع الأردن مع سوريا مع سوريا ربما يقتواك طول لأنه ضمن الرينج الإيراني، لكن القضية هذه مرتبطة بمن يتحكم بمصير العملية السياسية في العراق وما هي المصلحة التي ستتحقق لإيران من خلال هذا العمل. طالما أن هذا العمل لا يصب في مصلحة إيران ستجد من يقفون ضد هذا المشروع. طيب أين كانوا هؤلاء وأين كانت مصلحة الشعب العراقي والدستور العراقي وكل المسميات والمطالبات عندما تم التوقيع مع الأردن على هذا المشروع؟ أين كانوا؟ هو هنا السؤال دكتور هلال، يعني المواطن الآن يسأل لماذا يؤخر هذا المشروع مع أن هناك فوائد كبيرة ناتجة عنه، وهناك حاجة للعراق أيضا ماسة لفتح منفذ بحري آخر يؤمن له تصدير النفط ولكي يمتلك القدرة لتنفيذه، فلما لا ينفذ هذا المشروع؟ لأنه هنا تقف مصلحة إيران. إذا هذا الأنبوب نفذ من خلال عمل عربي مشترك ليس لإيران يد عليه سوف لن ينفذ. وهذا الأمر قلناه منذ البداية، منذ توقيع المشروع أو بدايات المشروع والاتفاق، قلنا هذا المشروع لن يرى النور لأن إيران سوف تقف ضد من هذا العمل. إيران تريد أن تتحكم بكل المفاصل العملية الاقتصادية والسياسية في العراق، والعاملين في هذا القطاع هم ولاءهم المطلق لإيران، فبالتالي أين المصلحة الوطنية في هذا؟ الجواب على هذا التساؤل أن الذين يعترضون الآن هم بالأمس هم الذين وقعوا وهم الذين بادروا للتوقيع، لماذا الآن؟ إذا كل مصلحة ليس لإيران يدا طولى فيها لن تحقق، حتى وإن كانت هذه المصلحة جزئيا فيها فائدة لأطراف العملية السياسية في
العراق. لكن الواقع الحال انه كما نرى على الارض كل الاتفاقات التي تتم مع الدول العربيه سواء كان في مجال الطاقه، في مجال النفط، في مجال الكهرباء، وهذا الموضوع والملف مفتوح حقيقه، لا يحتاج الى رايي انا الشخصي ولا رايي، وانما هذا الامر منذ 2003 ولحد الان يعطل كل عمل بالعمق العربي بين العراق وعمقه العربي الا ما يتحقق فيه مصلحه لايران ولو جزئيه، تدفع جزء من اللي يستفاد من هنا ويستفاد من هنا، بالنتيجه تعطل كل عمل العراق مع عمقه العربي وهذا المشروع. نعم دكتور هلال، هذا المشروع قديم، يعني ما الذي تغير حاليا بموقف المالكي الذي وعد في اثناء ولايته بالمضي في بهذا المشروع ثم الان يتنكر حاليا له؟ كيف نفهم دور المالكي في هذا المشروع وفي العراق عموما، لا سيما ان تكلفه هذا المشروع يعني لا تتجاوز 8 مليارات موزعه على عده سنوات؟ العمليه الان هو الذين يقومون باي عمل وهو ليس له الاراده الحره سوف يسهل عليه بالنتيجه أن يقول نعم في مرحلة ويقول لا في مرحلة أخرى على نفس الموضوع. لا ننسى أن المالكي عندما تم تسجيل وزارة الخارجية في العراق ظهر على الإعلام واتهم سوريا، ولكن بعد 6 أشهر عندما أتته الأوامر من إيران دفع بالميليشيات ومساعدة النظام السوري، فلاحظ هذا التناغم خلال 6 أشهر أو من أقل من 6 أشهر. هذا الأمر الآن إذا أتت الأوامر للمالكي أو غيره بعدم الموافقة على هذا المشروع سوف بكل بساطة يتنكر لكل ما أبدأ به. أنا قلت منذ البداية أن الذين وقعوا هذا الاتفاق وهذا المشروع القديم بمثال أكثر من 6 سنوات خلينا نسمع به على الورق، وقلنا منذ البداية وأكرر هذا الكلام أن هذا المشروع لن يرى النور لأن إيران سوف لن يكون لها مصلحة مباشرة، وربما سوف يعتمد العراق باي حال من الاحوال على اعتماد هذا الانبوب لايجاد ممر امن عندما تتحكم ايران في الخليج بشكل او باخر، وهذا ما تخطط له ايران على المدى الطويل. ايران تريد ان تخنق العراق ويبقى العراق في حاجه لايران على المدى الطويل وعلى المدى الذي تستطيع باي شكل من الاشكال، ثم ان هذه المصلحه التي تتحقق بين الاردن والعراق مشتركه لا تريدها ايران لانه ليس لديها مصلحه، ماذا ستستفيد ايران من هذا المشروع؟ هذا هو السؤال. اذا دكتور هلال دليمي الباحث السياسي والاكاديمي هاتفيا من عمان، شكرا جزيلا لك.